الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ليلة الجمعة هدية إلى روح إمامنا وسيدنا وعظيمنا وشفيعنا أبي عبد الله الحسين، أرواحنا له الفداء. ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. مقدمة وجيزة للحديث وفاصل في رحاب هذه الآية المباركة، وأدعو لكم في دقائق. أما المقدمة، آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى يحثنا القرآن على نقطة مهمة، وهي العلم بأن هذه الدنيا زائفة. وكما يقول إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الدنيا ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم إلى مقركم. في الواقع أعزائي، احنا في هذه الدنيا جميعا ضيوف، أيام وتنتهي. الله سبحانه وتعالى جاء بنا في هذه الدنيا ليبلوكم وليبلونا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني المطلوب كيفية العمل لا كمية العمل. ربما الإنسان يصلي ركعتين بإخلاص أفضل من 10 ركعات بدون إخلاص. ربما الإنسان ينفق دينار واحد في سبيل الله بإخلاص خير من 10 دنانير بدون إخلاص. المطلوب من الإنسان في هذه الدنيا العمل الأحسن. حتى لا أخذ العذر، المرحوم الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه في كتاب مجمع البيان في تفسير هذه الآية المباركة في سورة البقرة يذكر على رواية أن هذه الآية هي آخر آية نزلت على رسول الله. آخر آية نزلت على رسول الله في القرآن شنو كانت؟ هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. المشكلة ما ندري هذا اليوم يا يوم. ربما الإنسان بعد لحظة بين ترى الإنسان فيها مخبرا وإذا به خبر من الأخبار. شي يصير الله العالم، ولكن كثيرا ما رأينا تقلب الأحوال كما يقول إمامنا وسيدنا زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه: أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال. حقيقة الإنسان ما يعرف تقلب الأحوال. نعم، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: عند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال. بعض الأوقات الإنسان بين طريقين، ودائما الإنسان بين طريقين بين الجنة والنار. الإنسان دائما في حياته بين الحرام
وبين ترك الحرام، هاي تقلب الأحوال. جوهر الإنسان المؤمن هنا يبين أنه إذا تقلبت الأحوال، هل حاضر الإنسان يبيع دينه لأجل دنياه؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: أشقى الناس من باع آخرته لدنياه، وأشقى منه من باع آخرته لدنيا غيره. والكلمة المعروفة كلكم سامعيها عن هذا العظيم الحر ابن يزيد الرياحي سلام الله عليه، قال: إني أرى نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. عند تقلب الأحوال الإنسان في هذه اللحظة ماذا يصنع؟ قضايا مفصلة لا مال لآخذ وقتكم ليلة الجمعة، وأكثركم تحبون تتشرفون إلى الزيارة والصلاة بالحرم. ألخص الحديث بهذه الكلمة، أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الكلمة من علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول: الدنيا تغر وتضر وتمر. ثلاث كلمات شباب احفظوها: تغور غرور، بعدين تغر، ووقت الغرور وتضر. الإنسان ينظر لمن صار مغرور بهذه الدنيا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والمشكلة أنها تمر ما تبعد. أنا شفت على قصر واحد من الملوك كاتب: لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. الآن أسألكم، لو كان تدوم هذه الدنيا للغير ما وصلت لكم أي شيء. أنا وياك إجينا كذلك وأورثناها قوما آخرين، هذولاك راحوا وإحنا إجينا. الله سبحانه وتعالى بالقرآن يشير إلى هذا الموضوع: ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. كيف؟ إيش راح تسوون؟ يلا الدور دوركم الآن. أنتوا الآن في الدنيا في هذه المرحلة الانتقالية، أوقات قليلة عندكم، لننظر كيف تعملون. الآن اليوم عمل ولا حساب، أجر عظيم أمامكم. من زار الحسين سلام الله عليه ليلة الجمعة كأنه صافح 124,000 نبي. عظيم عظيم. من زار الحسين سلام الله عليه ليلة الجمعة غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. هاي الروايات العظيمة في زيارة الحسين. وهذا الذي حقيقة خلى الأثر العميق في قلبي وفاة عزيزي وولدي المرحوم السيد محمد جواد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، أن هذا السيد كان مقيد ليالي الجمعة يتشرف لزيارة قبر الحسين. وليلة الجمعة الماضية اجى إلى زيارة الحسين، وفي رجوعه من زيارة جده الحسين عليه السلام إلى جنات النعيم، كان كيوم ولدته أمه، رجع طاهر نظيف، واختار الله، قبضه الله سبحانه وتعالى إليه باختياره، اختاره الله. هي الحادثة عجيبة في الواقع، الحادثة صارت، أخوان في سيارة واحدة، السيارة انقلبت، أخ سالم سالم والحمد لله رب العالمين، وأخ في ضربة واحدة انتقل إلى جنات النعيم رحمة الله عليه. الموت بحر موجه طافح، يغرق فيه الماهر السابح، ويلك يا نفس قفي واسمعي، مقام
رسالة قد قالها يا ناصح. الله يرحم حجي جواد المؤذن، كان يقراها في حرم الحسين سلام الله عليه. لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. تغر وتضر وتمر تنتهي. لما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه روح له الفداء دخل المدائن، هذا طاق كسرى إلى الآن موجود. إذا رحت لزيارة سلمان المحمدي سلام الله على سلمان، وقال رسول الله من زار أخي سلمان كان كمن زارني، ثواب عظيم. أمير المؤمنين عليه السلام لما وصل واحد قرأ هذه الأبيات تمثل: جرت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد. الإمام علي عليه السلام قال لا تقرأ هذا، اقرأ القرآن. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء. الآن شوفوا هذا طاق كسرى تاريخي أكثر من 1600 عام عبر المعتبر، إحدى العجائب السبعة بالعالم بالعراق طاق كسرى. هاي دروس هنا تاريخ عظيم، مو أنا في مجال سرد التاريخ. خلف هذا الطاق الملك الفارسي كسرى كان عنده 700 فيل حربي، مو 700 فرس، 700 فيل حربي، 4000 بغل وحمار كان عنده خاص لنقل الحطب للمطابخ الملكية، وغير وغير. تاريخ عجيب. وين راح؟ تمر. المهم أنها لا تبقى لأحد. شيء واحد يبقى إخواني، هذا القرآن يذكر: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو أعظم أجر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما مات من مات وخلف إحدى ثلاث: صدق جارية، ولد صالح يستغفر لأبويه، أو ورقة علم ينتفع بها. اللي يبقى للإنسان هذه الأشياء. إذا نأخذ العبرة هاي كمقدمة للحديث. أما الآية المباركة، الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا يوما، يعني خافوا من ذاك اليوم. واتقوا يوما أي واتقوا من يوم، يا يوم هذا اليوم ترجعون فيه إلى الله. في لحظة، في لحظة الإنسان ما حاسب حساب، لا سمح الله سكتة قلبية يطير، لا سمح الله حادث سيارة، لا سمح الله نوع من، على كل احنا باللغة العامية نقول ملك الموت يدور حجة، واحد ياخذ بالسكتة، واحد ياخذ بالحرق، واحد ياخذ بالغرق. ولكن احنا في هذه الدنيا ضيوف، ولازم نرجع كما يقول أمير المؤمنين، مو كلامي: ألا إنما الإنسان، يا إنسان اسمع، ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، أناخ عشيا وهو في الصبح راحل. الآن كثير من أعزائي يشرفون هذا اليوم في هذا المجلس العظيم من النجف الأشرف، علماء، تجار، أعزائي، شيوخ، عشائر،
من بغداد، من الحلة، من الأطراف. هذول جاي يقول له حجي تفضل هنا نشتري لك بيت. يقول بيت شو اسوي؟ انا جاي الصبح ارجع ليله واحده ان شاء الله، جاي اشارك سياره الحسين مجلس فاتحه واروح اناخ عشيا وهو في الصبح راحل. ثم توفى كل نفس ما عملت. توفى يعني اللي يطلب، لما الواحد تطلب فلوس، لمن يعطيك دينك يقول وفاه دينه. احنا نطلب من الله؟ لا، الله سبحانه وتعالى ما يطلب من عندنا، ولكن جعل على نفسه الله سبحانه وتعالى ان يثيب المؤمنين ولأجر الآخرة خير. هاي الآية عجيبة هنا، يقول ثم توفى كل نفس. في آية أخرى يقول إنما يوفى، دقق العبارة شوي علماء المجلس، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر، الله أكبر. ناكي يقول ثم توفى كل نفس. ناس الله يقول يطلبوني، الكريم هو جاء الطلب لبعض العباد عليه، إلهي لئن طالبتني بالذنوب لأطالبنك بعفوك ورحمتك. الله جعل الناس اطلب من عنده، اطلب من عنده. هالليل يقول يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الأشياء. اطلب من الله، نعم يعطيك. توفى وأجر عظيم علما للصابرين. في مكان يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. هذا الصلاة الله سبحانه وتعالى في سورة النور يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسول الله رب العالمين والملائكة أجمعين يصلون على هذا النبي الطاهر وعلى أهل بيته. وبعد الله يقول أصلي بعد على الصابر، هذا الصابر الذي شاف المصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الدرس. نعم. وأما ما يتعلق ب هذا الشاب العزيز سماحة حجة الأستاذ السيد محمد جواد الشيرازي، هذا الصغير الذي عرفته منذ صغره كان مشتغلا بالعلم والتقوى بمقدار اللي أنا عرفته، والله شاهد على ما أقول، وجه دائم الابتسام. اللي يعرفوه شايفه بشوف بشره في وجهه وحزنه في قلبه مع ما رأى ما رأى من المصائب من صغره، ولكن كان دائم البش، وكان مجددا في الدرس والدراسة، ما يعرف إلا لغة العلم والتقوى وزيارة الحسين في كل ليلة الجمعة رضوان الله تعالى عليه. وهذه السنة أيضا اجمع المشاة من النجف الأشرف إلى كربلاء سيرا على الأقدام. لبيك سيدي يا أبا عبد الله هنيئا إلى جنات النعيم. المصيبة في الواقع إخواني ترى كلنا شايفين المصائب، المصيبة مصيبة الفراق، وإلا أحبابكم أحبابنا إن شاء الله شيعة أمير المؤمنين كلهم في جنات النعيم. والذي يحرق القلب كما يقول أمير المؤمنين، أنا أتمثل بكلام الإمام، يقول يقولون إن الموت صعب على الفتى، لا أكو شيء أصعب، مفارقة الأحباب والله أصعب. هذا الأصعب، واحد يفارق الأحباب، وإلا اختار الله له أحسن وفاة. كلنا نموت، ولكن أكو واحد يموت في طريق الحسين الله، أكو واحد يموت في طريق المعصية، أكو واحد يموت في طريق الطاعة،
هنيئا. طبعا هذا اليوم آخر يوم عزاء الأسرة الطيبة، أسرة آية الله العظمى سيد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، وأنا من طرف الأسرة وعميد الأسرة آية الله العظمى سيد صالح الشيرازي دارت بركاته، ومن طرف أخي وعزيزي آية الله سيد مرتضى الشيرازي حفظه الله تعالى، وسائر السادة الشيرازيين، أشكركم فردا فردا، وعن لسان حالكم أقدم التعازي إلى هذه الأسرة الطيبة الشريفة العريقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان، وعلى أطفاله الصغار بالصبر. ادعوا لهم حقيقة، المصيبة ثقيلة مرة، ولكن قلنا بأن الصبر ليس له جزاء إلا الله، بس الله يعرف بغير حساب. في الرواية يوم القيامة يطيرون بأجنحتهم من قبورهم إلى قصورهم بغير حساب، ما تحساب الحساب. هنيئا للصابرين، نعم هنيئا للصابرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم وعلى قلوبهم برد رحمته وحلاوة مغفرته، وأن يتغمد فقيدنا العزيز برحمته الواسعة في جوار جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المكان المبارك طرف قبلة الحسين عليه السلام. رقد عزيزنا السيد محمد جواد الشيرازي رحمة الله عليه. وأنا ليش إخواني الخطباء في هذه المجالس الماضية الكل تشرفوا بقراءة عزاء علي الأكبر وأبي الفضل عباس، ولكن أنا أريد أربط أول المصيبة بآخر المصيبة. أول ما وصل خبر وفاة وانتحار هذا السيد العزيز إلى أبيه، الأب جلس يقرأ المصيبة على ولده. شنو كان يقرأ السيد؟ بدأ بمصائب أمه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وأنا اليوم بما أنه ختام فاتحة الأسرة الشيرازية أريد أختم باسم مولاتي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. ولكن الفرق السيد محمد جواد الشيرازي رحمة الله عليه ارتحل إلى الرفيق الأعلى في الليل، خلوا النعش الطاهر، إلى أن جو الأصدقاء إلى أقرباء من خارج العراق من داخل العراق الكل التحقوا، ذلك التشييع العظيم في النجف الأشرف بالحوزة العلمية، حقيقة تشييع مهيب، ما قصروا إخواننا أهل النجف، ونقلوا النعش الطاهر إلى كربلاء المقدسة، أيضا أهالي كربلاء ما قصروا جزاهم الله خير الجزاء، شيع تشيعا مهيبا إلى حرم عمه أبي الفضل العباس سلام الله عليه، وإلى حرم جده الحسين عليه السلام، ودفن معززا مكرما في مثواه الأخير، والكل يبكون، ولكن لهفي على تلك العزيزة الشابة التي قضت نحبها في النهار وأوصت أن تشيع وأن تدفن بالليل. يا علي إذا أنا قضيت نحبي فغسلني في الليل وادفني في الليل وادفني ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا. نعم قضت نحبها ابنة رسول الله، ولكن ليلة الجمعة عند ولدها الحسين سلام الله عليه نتوسل بأمه المكسورة الضيق
وقضيت فاطم وفي الجنب من غايا أثر للسيايا طبن أعداها يا بنت من أم من سيدي أبا عبد الله إلى يوم القيامة إذا نبكي على أمك الزهراء لم في الحق هي أم الحسين بنت من أم من حليلة من أي ويل لمن سن ظلمها يا وأذاها يا أكلني بها يا علي يا علي الله يرحم الحسين عبد الحسين الشرع يا علي أي جدامك يضربوني يضربوني حتى اسود نمتون يلا يلا ليلة الجمعة رحم الله هذه الدموع والعبرات هي الزهراء تحب الونة وصل صوتك إلى الحسين والله حتى اسودني همتوني يا علي مالي وديعت الهادي وانت تجفنت بيا وانت تجفلت شاركون سجلوا اسماءكم مع المقرئين على مصيبة الزهراء أنا أقرأ المقدم والباقي عليكم أهل المجلس علماء أعزائي خطباء خدام الحسين الضرب ألمها وسود متنها وسقوط محسنها حزنها صرخت ونادت يوم أيد موجفنها مع الزهراء صبت علي مصائب لا لا أكثر أكثر خلت يسمعك الحسين صبت علي مصائب لو أنها صبت علي مصير لليالي هوايالي ولست أدري خبر المسواري صدرها يا خزانة أسراري المايا الباب والجدار ويا الدماء شهود صدق ما به أي خفايا سيدي يا أبا عبد الله معذرة سالة المجلس وجاوزوا الحد بلطم شلت يد العدوان ويا التعالي
يقال كانت تتحجب من زوجها أمير المؤمنين لأن عينها كانت مسودة من الضار. رحم الله من نادى وفاطمة وسيدتا فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدم على تلك الصفة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. جزاكم الله خير الجزاء. لحظات غروب الشمس هي الزهراء سلام الله عليها روت عن أبيها رسول الله أنه قال يستجاب الدعاء عند غروب الشمس. الآن لحظات غروب الشمس كلكم في جوار الحسين لحظات استجابة الدعاء مجلس الزهرة. ارفعوا أيديكم بالدعاء من حرقة قلب أصحاب الحوائج الصعبة. أما يجيب المضطر ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. نقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عاش مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله رحم الله هذه الأصوات رحم الله هذه العبرات. يا الله اطلبوا حوائجكم من الله أسألكم الدعاء فردا فردا. يا الله اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الحسين. اللهم اخذل من خذل الحسين. اللهم العن ودمر أعداء الحسين. اللهم اشفي مرضانا فك قيد أسرانا. إلهنا آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر شبابنا المؤمنين على أعدائهم التكفيرين. يا الله اللهم تقبل منا جميعا زيارة الحسين وارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين. تقبل منا هذا القليل بكرمك. أذكر الإخوة أيضا إن شاء الله بكرة هذا المجلس المبارك يقام من طرف جماهير كربلاء. أعزائي إن شاء الله الحاضر يبلغ الغائب. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. اللهم بلغ ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجمع الكريم وإلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببه المرحوم المغفور له حجة الإسلام السيد محمد جواد الشيرازي وإلى روح جده آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه وعمه
المرحوم آية الله السيد حسن الشيرازي والمرحوم آية الله السيد محمد رضا الشيرازي، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.